أنا عبر الهاتف من القاهرة المستشارة صفاء عبد البديع، رئيسة المنظمة العربية لمكافحة العنف ضد الطفل والمرأة. مرحبا بك معنا سيدة صفاء. دعيني بداية أستوضح منك بعض المصطلحات، عن بعض المصطلحات. يعني العنف ضد المرأة والطفل هو عنوان فضفاض جدا. هل العنف المقصود به هو العنف الذي يوجه للطفل أو للمرأة جسديا أو لفظيا، أم أن حرمان الطفل من حقوقه الأساسية، عمالة الأطفال وغيرها من القصص والمسببات تندرج تحت مسمى العنف؟ أولا المؤسسة بتعمل لمكافحة العنف بجميع أشكاله ضد المرأة والطفل، بالإضافة لإني كعضوة في المجلس القومي للمرأة بنشتغل على أيضا جميع أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة. أما بخصوص موضوع النهاردة اللي سمعناه كلنا في التقرير اللي حضرتك أذاعته من شوية، وهو خاص بالعنف ضد الأطفال والتغيرات في عمر الطفولة، هو طبعا جميع أشكال العنف مرفوضة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي. وحتى التقرير لما ذكر اليونيسيف عمالة الأطفال هي نوع من أنواع العنف سيدة صفاء؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا. وجميع حرمانهم من التعليم، من الصحة الجيدة، بالضبط، تعرضهم للخطر لأن هم في السن الصغيرة دي بيتعرضوا للخطر طبعا، لأن في أعمال خطيرة بيشتغل وبيعمل فيها الأطفال. طيب دعيني أطرح عليك جزء من الواقع ولك حرية الرد. طبعا عام عن عام كما نرى وفق الأرقام، كلما زاد عدد المنظمات المعنية بحقوق الطفل وحقوق المرأة كلما زاد التعنيف. ما السبب؟ أين الخلل؟ يعني احنا طبعا مش يعني نقول كده، لأن الكلام ده لا أنا أعطيك أرقام فقط وأطلب منك التحليل أو التفسير. يعني المنظمات اللي بتعمل حقيقة هي بتبذل كل ما تقدر من طاقات ومن تسليط الضوء على الحالات اللي بيتعنف فيها الأطفال، وأيضا في الأنظمة الداخلية لكل دولة. يعني احنا عندنا في مصر الحمد لله بقى للمنظمات الداخلية وللمنظمات المجتمع المدني الحق في رفع الدعوة ضد من ينتهك حقوق الإنسان على وجه العام، على وجه العموم يعني، ودي كانت غير متاحة قبل كده في الدساتير وفي القوانين الداخلية. فبالتالي أصبح لنا الحق في الإبلاغ عن أي انتهاك أو أي عنف يواجه به سواء الأطفال أو المرأة أو أي شخص. طيب دعيني أسألك ولو سؤالا جزئيا، أنتم في المنظمة العربية لمكافحة العنف ضد الطفل والمرأة، عندما يصلكم أي بلاغ ضد تعنيف أحدهم، ما الإجراءات التي تتخذونها قانونيا؟ أتحدث قانونيا، احنا كمجموعة كمان من المحامين وأصبح لنا الحق في تقديم البلاغ، وأصبح لنا صفة ما كانتش متاحة لنا قبل كده، فلينا الحق في تقديم بلاغ ضد المعتدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضده ومتابعة الدعوة حتى ينال جزاؤه. فدي حاجة فعلا أصبحت حقيقة على أرض الواقع. يعني تتابعون كل حالة فردية حتى الأخير، حتى نهاية الموضوع؟ تمام، حتى لو حالة فردية. يعني المنظمات المجتمع المدني لها دور، الحمد لله لها دور، وأصبح لها كمان يعني صلاحيات، أقدر أقول أصبح لها صلاحيات تقدر تاخد الإجراء القانوني ضد المعتدي، ودي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. وده دور المنظمات المجتمع المدني، مش زي ما حضرتك قلت إن هم كل ما يزيدوا العدد بيزيد، لا طبعا مش نقدر نقول كده. احنا نقدر نقول ان احنا بنطالب بان فعلا منظمات المجتمع المدني يبقى ليها المزيد من نعم. اشكرك جزيل الشكر، يعني لم يتح لنا الوقت لنتحدث اكثر عن هذا الموضوع. على كل الاحوال شكرا جزيلا صفاء عبد البديع، رئيسه المنظمه العربيه لمكافحه العنف ضد الطفل والمراه، متحدثه الينا مباشره عبر الهاتف من القاهره.